Hagop Pakradonian. Hagop Pakradonian. وعلى الوصلة بدي أقول لك شنور هافور سورب تزينونت. مزبوط؟ هول أدوية بيجوا تزينونت. جويون وليان نحن منعيدهم من الام تي في باسم الام تي في وباسم حديث البلد. ان شاء الله الاعياد تعم كل لبنان ان شاء الله من كل الطوائف مسيحيين ومسلمين ان شاء الله وتكون سنه 2013 هيك بدايه خير علينا. واضحه. أغوب باكرادونيان انت نائب لبناني من اصول ارمنيه ومثل كثار من ابناء جيلك من الأرمن، أنت إنسان عصامي وثوري بداخلك، وأنت معنا الليلة عشية الاحتفال بعيد ميلاد الثائر الأول السيد المسيح لدى الطائفة الأرمنية اللي منوجه لها مثل ما قلنا معايدة خاصة. أغوب باكرادونيان أنت أول ضيف معنا بال 2013. إن شاء الله وجه خير. إن شاء الله وجهك خير، أكيد وجهك خير. لا واضح. قصدنا تكون. لا ليه انت محسن وادائك كثير محسن وبعدنا عم نشكر فيك على شو دانسينج انه على وجهه لا ايه على استاذ اكو ما مش حاضرني بس قال لك وعدك انه رح يحضر عم تشوف السنه الجايه السنه الجايه مش قاريني السنه الجايه رح يكون للسياسيين الرقص ما هن دائما بيرقصوا دانسينج وذ بوليتيشنز عم بيرقصوا هالايام يعني بيزت واحد للثاني كلمه بيولع الثاني فمثل ما قال مبلشين رقص قبلكم هن شو ممكن تكتب على اول صفحه من هالسنه؟ اذا بدك تكتب عباره ان شاء الله فينا ننسى سنه 2012 بالارمني ان شاء الله ان شاء الله ونبدا بالسنه يكون في عنا اقل شيء أمل المستقبل وصراحة وشفافية أكثر أمل ومستقبل قلت لي أمل للمستقبل. للمستقبل يعني يصير أمل للمستقبل وبعون الله وبعون الله بعون الله لأنه قواته لله كثير قوية بقوات الله أكيد أكيد وكلها صايرة اشتراكية بعضها ببعضها حلو حلو كمان ما ننسى انه عم بتعمموه عم بصير شيوعية القصة بالاخر كمان كلنا لازم نكون كتائب لاجل لبنان نسيت الكتائب تمام تمام الكتائب ما بينتسوا راسا فتنا على الكتائب ما بينتسوا يا استاذ أغوب كتائب بالقلب اكيد بالقلب وفي ذكرى بالركبه كمان شفناها بهالحلقه بهذيك الحلقه من ذكرى كتائبيه قديمه ذكر ما تنعاد انت عم بتقول انه مش عم تقدر كل البايات تعملها لانه في رصاصه بركبتك في شويه بايات كانوا على القميص يعني شوي ضيقوني حروا أغوب باكرادونيان سنه 2013 هي سنه الانتخابات بامتياز انت مرشح السنه او معقول التشناك يرشحوا غيرك لا ما انا قرار ترشيحي بايد الحزب نعم الحزب رشحني سنه 2005 و2009 هلا القرار بيرجع للحزب اكيد أغوب باكرادونيان بين الثلاث ميشيلات مع حفظ الالقاب او الاربع ميشيلات خلينا نقول ميشيل سليمان ميشيل عون ميشيل المر وميشيل ابو سليمان مع مين بتتوقع يكون حزب التشناك بالانتخابات المقبله؟ هلا اولا فخامة الرئيس ومنه رئيس ليحة وما راح يشكل ليحة اكيد لا اكيد بس اكيد راح يكون في ناس معروفين انه محسوبين عليه بطريقة نحن اكيد حنكون مع ميشيل عون نعم. مع حفظ الالقاب ومع ميشيل المر واذا ميشيل عون وميشيل المر ما تحالفوا نحن حلفنا مع دولة الرئيس ميشيل عون نعم وحلفنا بالتوازي مع دولة الرئيس ميشيل المر وبعتقد انه الاسابيع الجايه يعني تنقول الاشهر القليله الجايه ان كان عند الجنرال عون او عند الرئيس ميشيل المار
في إمكانية تقارب، هن أصلاً منهم بحاجة لأي وساطة. نعم. لأنه الرجلين بيحكوا وبيعرفوا بعضهم أكثر من أنه نحن بنعرفهم. نعم. وعلاقة تاريخية بيناتهم. أوكي. يعني اليوم بين الميشيلين شايفتكم شوي محتارين. لا بالعكس، بين عين وعين. ما بين هالعينتين أكيد ميشيل أبو سليمان بالقلم. خلي لي إياك. هلا لو ميشيل كان حسمه كنتوا أكيد مع ميشيل أبو سليمان، بس هو منه عم يشتغل السياسة. هذا تواضع أنا بسميه. هلا اليوم ما بيشتغل بس يمكن في شغل مش عيب أستاذ أبو. أكيد الشغل شغل مش عيب. بس المهم يشتغلوا. أجوب بكرتونيا أعلنت عن موافقة 14 أذار للمشاركة باجتماع اللجنة المصغرة لدرس قانون الانتخابات، وتعين الموعد 3 جي ب 8 الشهر. قديش معول على هالاجتماع؟ لا أنا رأيي أنه بالآخر قرار العودة إلى لجنة القانون دراسة قانون الانتخاب بفتكر أنه قرار حكيم ولو متأخر، لأنه ما بعتقد أنه كان في سبب كبير ما نجتمع. هلأ إيجاد الرئيس بري الحل المناسب بتأمين فندق للنواب، بعتقد أنه قبل شهر كمان شهرين كنا قدرانين نوصل لنفس الحل. لا بالعكس، لأنه في ضرورة. أوكي. أولاً بس الاستحقاق، الاستحقاق لازم يتم بالتاريخ. نعم. بتسعة حزيران أو قبل 20 حزيران. ورح نوصل للنتيجة، لأنه ما فينا نروح لانتخابات بقانون 60. قانون 60 مرفوض وغير مشاريع يمكن مرفوضة. لازم نحن على مدى يومين ثلاثة جمعة كلنا سوا نجلس. أول على أول شيء قديش متفائل بهالاجتماع أنه يطلع منه نتيجة؟ أنا طبيعتي متفائل، دائما متفائل، وبعتقد أنه وصلنا لمرحلة ما عنا هيدا اللوكس أنه نقعد ونفلسف على الناس. يا بدنا نعمل قانون يا ما في انتخابات. أوكي. وبعتقد يعني من مصلحة يعني الجميع أنه نروح لانتخابات. أنت اليوم من أصحاب النظريات أنه إذا ما اتفقنا على قانون ما منروح لقانون 60؟ إيه قانون 60 خلص تفنيه قانون 60. اصلا عيد تسميه قانون 60 منا تسميه دقيقه، اسمها قانون الدوحه، لانه قانون 60 مع كل السلبيات كانت افضل، التقسيمات كانت افضل خاصه لتامين التمثيل المسيحي من قانون الدوحه. على كل حال مشينا بقانون الدوحه، يعني تم تعديل قانون 60. تم تعديل قانون 60 وما في رجعه، ما في عوده لقانون 60. طب وتسكري دوحه بلا رجعه، ما بتعملوا انتخابات؟ لا بالعكس، بالعكس لما عم نقول انه لازم يكون في اراده شعبيه وسياسيه ونيابيه. طب واذا ما صار، اذا ما تم الاتفاق لشو بدنا نتشائم هالقد؟ في انتخابات يعني بدنا نحط احتمال 1%؟ ما في انتخابات 1%، ما في انتخابات اذا ما رح نعمل قانون جديد. اوكي. أجوب بكرادونيا انت من النواب اللي ما غيرت النيابه من شخصيتهم ولا من قربهم من الناس، بس يقال انك ما بتخدم الا الارمن مع انك نائب عن كل المتن. هالتمييز بقرار حزبي او شخصي او حتى ما تسوبقوا على ابو الياس وتزعلوه؟ لا بالعكس، بالعكس. اولا مش صحيح انه انا ما بخدم الا الارمن. لا بالعكس، انا بخدم كل الناس. وحتى ما بسال صراحه وين بينتخبوا. لا بسال بتنتخب بالمتن او بسال بتنتخب ببيروت او بتنتخب معنا او ضدنا. كل شخص بيجي على المكتب او بيتصل فيي انا حسب امكانياتي وإمكانيات الحزب، والإمكانيات منا إمكانيات كبيرة. أولاً معنا إمكانيات مادية. نعم. بس الصداقات منحط ومنستفيد من هالصداقات حتى نخدم. بالعكس أوقات إذا منعوش شيء نطلب كمان من الرئيس ميشيل المري يساعدنا بالموضوع. نعم. وهو يتوسط ببعض أو من زملائي بالطيار الوطني. الرئيس ميشيل المر ما بيتحسس اليوم إذا إجا طرف عمل خدمات كثيرة بالمتن؟ لا ليش بده؟ لا بالعكس، بنبسط انه منخفف عنه بعض الحمل او عبء. أجوب بكرادونيا وانترفيو نقطة. أجوب بكرادونيا اعطينا نقطة ايجابية
بالأداء السياسي للمعارضة؟ صعب السؤال. للمعارضة تنظيمهم. تنظيمهم بتلاقيهم جيدين من ناحية التنظيم؟ أحسن من الأكثرية. أها، نقطة مشتركة مع حزب الله؟ الله سلام، مقاومة العدو الإسرائيلي. نقطة إيجابية بتركيا؟ حريم السلطان أو فاطمة. إنه ما بيعرفوا يتدخلوا بالشؤون العربية منيح. هيدا إيجابية لكم. إيجابية. مش لألهم. نقطة إيجابية بالنظام السوري؟ إيجابية. نقطة إيجابية بالنظام السوري، الجيش السوري بعده محافظ على اسم كبير من الوحدة. نقطة مضيئة بمسيرتك المهنية؟ شمالا ما بحب أحكي عن حالي. لا بس إنه بموضوعية. إنه ما تغيرت. إنه ما تغيرت. أنا ما تغيرت، هذا الشيء اللي ذكرناه نحن على كل حال. خلينا نشوف كم نقطة على 10 راح تحط لكارت كيتي. أنت مذيع، اقرأ آخر خبر عنك باللغة الأرمنية. كنت أنت على كل حال مذيع بإذاعة لبنان باللغة الأرمنية. نعم. كمان نعم، وكنت مذيع أيضا بإذاعة صوت فان، إذاعة الحزب. بدكم تعطوني الخبر ولا؟ لا أنت اختار الخبر. وبحكي بالأرمني؟ بالأرمني وبعدين بتشرح لنا إياه. يرس بخان هاغوب باكرادونيا أتسلت خورتاين أهكا نبيه بالريي ورويت كنارجيت كاكا كنبيرتشيني ده تارتو كنيرا. بعد طول بالك في اشياء بتنفهم بالارمني مثل نبيه بري. نبيه بري ما انا صعب اللغه. انا دغري عرفت انه نبيه بري. ايت سن جانا باردين يرس بوخانا هايداريت ور اندراغان هانسا هم بيجو بيدي كومار في اوت هم وارين هاي كان زمتني كتر خير الله شو هيدا بالعربي. قمت بزيارة للرئيس بري. للرئيس بري وبعد اللقاء، لأنه قلت أنا أقوم باكرادونيان. وبعد اللقاء أعلن، صرح النائب باكرادونيان بأن لقاء لجنة قانون الانتخاب بثمان الشهر بعد أعياد الطائفة الأرمنية 8 الشهر.